تكلم عن موسى. أي سالم في الهلال يلعب في مركز 10 ويلعب في عمق الملعب. وسالم أعتقد أنه في هالمركز هذا نوعا ما يعني ما يجيده بشكل كبير. سالم جيد إذا استلم على راحته على الخط وفي مساحة أفضل، ومن ثم بدأ للدخول على الداخل، لذلك فرق التوظيف هو اللي يخلي سالم في الهلال أفضل. طيب سالم في الهلال أفضل. من المواقف الثابتة اللي الهلال خطر جدا فيها ميدو، لماذا؟ الأطوال بس ولا في سبب ثاني؟ أول حاجة في رأيي دراسة المنافس، لأن كل ماتش بيلعبوا كور ثابتة بطريقة مختلفة. النهاردة هم عارفين إن الرياض ضعاف جدا لما الكرة بتتلعب شورت كورنر، فتلاقيهم خمس ست ضربات ركنية عشان هم بيطلعوا متأخر وبيلعبوا زونال. فدايما لما تلعب فرقة بتلعب قدامك زونال، الشورت كورنرز بتعمل لها مشكلة كبيرة 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 جدا. فده بيوري لك عمل المدرب وفريق العمل اللي موجود مع المدرب، محللين الأداء اللي بيحللوا المنافس بشكل، ما في شيء بالصدفة. لا لا ما فيش حاجة بالصدفة. انت تفرج على الهلال كل صحيح اليوم كلها مرتين، كلها كل ماتش بيغيروا اسلوب اللعب عشان الفرق ما تحفظهمش وعلشان الطريقه اللي بيدافع بيها المنافس. صح، برافو جيسوس، برافو حتى في مدرب للامور المواقف ايضا. بس ايضا يعاب على الرياض ابو وليد، الرياض لعبت كل الكور بالطريقه هذه ولا في تغطيه مناسبه. طيب. يعني ما في اثنين يطلعون على الكوره برا يساندون رد فعل، يعني مش بس الهلال المفروض يفكر ويشتغل، المفروض يلعب على الجانب الذهني في حالات الكرات الثابته. الكره لما تتحرك في البدايه ممكن الهلال الرياضي يكون تركيزهم عالي في الكره الاولى، لكن لما تتحرك الان تتطلب امور كثيره. طيب. تتطلب انك تراقب الكره وتتطلب انك تراقب. طيب. المنافس. أبو فهد. المنافس قاعد يتحرك.